متغيرات كتير كل يوم بتحصل على الساحة السياسية، ويمكن أكثرها إثارة للجدل هو الشغل الشاغل بتاع الناس كلها. الإخوان هيعملوا إيه في الفترة اللي جاية؟ مترشحين على كام مقعد؟ ده حديث الساعة بعد ثورة 25 يناير. وخلاص يوم يعني الأيام اللي باقية في فتح باب الترشيح تخلص يوم 22 اللي جاي. مفروض إنه إيه اللي هيحصل في الآخر؟ محدش عارف. القوائم اللي هتطلع شكلها إيه؟ لسه مفيش حاجة واضحة لغاية دلوقتي. هيكون مشرفنا النهارده القيادي الإخواني والمستشار القانوني لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة دكتور أحمد أبو بركة. صباح الخير يا دكتور. صباح الفل. نهارك سعيد يا دكتور. نهارك سعيد. منورنا. صباح الفل. دكتور أحمد، يمكن احنا تحديدا الحقيقة النهارده عايزين نتكلم أكتر مع حضرتك، مش بس عن وجهة نظر الإخوان أو مشاركة حزب الحرية والعدالة في وجهات نظره وفي توجهاته، ولكن في حاجة معينة أو جزئية معينة وهي قانون الغدر. الحقيقة الموضوع مختلط على ناس كتير، لأنه في الآخر النتيجة واحدة وهي عزل الفاسدين من النظام السابق، إذا كانوا في الأحزاب أو إذا كانوا مشاركين بشكل عام في السياسة عن ممارستهم للحياة السياسية، لأنهم ساهموا في إفساد اللي فات. عايز حضرتك تشرح تحديدا للناس إيه هو الفرق ما بين الغدر والعزل، وهل النتيجة هتكون واحدة؟ لأنه الناس حاسه ان الاثنين واحد ومش فاهمين بالظبط ايه الفرق. وانتوا موقفكم ايه؟ يعني انتوا عايزين ده ولا ده؟ عايزين العزل السياسي ولا تفعيل قانون الغدر؟ نشرحه بس الاول. الغدر مفيش قانون اسمه قانون الغدر. في جريمه اسمها جريمه الغدر. ايوه. وجريمه الغدر دي هي جريمه العدوان على المصلحه العامه ممن يؤتمن على هذه المصلحه. انسان بيمارس عمل عام، سلطه او خدمه عامه او مكلف بيها، المفروض ان هو بيحافظ عليها وبيحميها وبيعمل على صيانتها وتحقيقها، فيتنكب لها فيكون غادرا لكل من فوضه من الشعب في أن يتولى هذه المنفعة العامة أو المصلحة العامة أو أن يحميها إلى آخره. تمام. فهي جريمة من جرائم القانون العقوبات. يعني هي جريمة الغدر. بالضبط. وليس قانون الغدر. وليس قانون هي الغدر. جريمة الغدر وجريمة من جرائم القانون العقوبات، من جرائم القسم الخاص في قانون العقوبات. أي من النماذج اللي بتقدم تدرس في كليات الحقوق لدارس القانون، حتى يعني يطبقوا النظريات العامة اللي درسوها في التجريم والعقاب والأحكام الواسعة فيه في دراساتهم السابقة. بياخدوا بعض النماذج من جرائم العدوان على المصلحة العامة زي الرشوة والاختلاس والتخابر والتزوير والغدر ضمن هذه النماذج. وبياخدوا جرائم العدوان على الأشخاص زي القتل والضرب والجرح والأموال زي السرقة إلى آخره والنصب وخيانة الأمانة وغيره. فهي نموذج من ضمن هذه النماذج كلها من الجرائم بيعاقب عليها القانون، بيوصف الفعل ويحدد أركانه ويرصد العقاب المناسب له. أيوه. والعقاب المناسب له من جنس الفعل، وهو أن يحرم من ممارسة العمل العام. العمل السياسي. فيطبق عليه قانون بالضبط. العزل. بالضبط. فهنا تشريعات كثيرة بتضع ده في ثنايا تشريعاتها العادية. أيوه. وتعتبر جريمة من ضمن الجرائم، يسري عليها مسرع الجرائم من إجراءات التحرير والاستدلال والتحقيق الابتدائي والنهائي والمحاكمه واصدار الاحكام والطعن عليه. طب حضراتكم عندنا العزل عندنا في مصر الغدر. عندنا في مصر لما تم تقسيم هذا الفعل ورصد العقاب عليه وضع في اطار قانون كان استثنائيا فيما يتعلق بالجانب الاجرائي لاجراءات التحقيق والمحاكمه واصدار الاحكام والطعن عليه. ايوه. فكان اللجان التي تحقق فيها جانب اداري جنب الجانب القضائي، وكذلك المحاكمة والأحكام قبل الطعن عليها كان جانب استثنائي. كان من الواجب أن يتم تعديل هذا وأن يتم تطبيق القانون حتى في ظل حكم مبارك نفسه في 30 سنة اللي فاتت. هذا القانون نافذ والمفروض أن يطبق. والمفروض كان النيابة العامة توجه الاتهام لكل من يرتكب هذه الجريمة. والمفروض أن جهاز المباحث الجنائية كان يتحرى عن مرتكب هؤلاء الجرائم ويجمع الأدلة والمعلومات ويقدمها للنيابة العامة، لكن ده كان خلل أساسي في تطبيق حكم القانون على المجتمع. هو الإهدار لمبدأ مشكلتنا أنه تطبيق قوانين دايما بالضبط. وده بيمس برضو مسألة مهمة جدا، أن سيادة القانون في المجتمع ما هيش ضمانة فقط للحقوق والحريات، بل هي الأساس الوحيد لمشروعات السلطة. حينما لا تسود كلمة القانون على قطاع من القطاعات أو في مسألة من المسائل، يطعن شرعية السلطة الحاكمة، وبالتالي جهاز الأمن في الفترة الماضية، القضاء نفسه في الفترة الماضية كان فيه ثلمة من هذا الجانب، أن سيادة القانون كان فيها خرق أساسي كان لا يطبق على مرتكب هذه الجرائم من الجهات صاحبة الاختصاص، كان القضاء أو النيابة أو الشرطة. طيب دكتور أحمد، بما أن حضرتك المستشار القانوني لجماعة الإخوان، و
وحزب الحريه والعداله. تعالى نتكلم عن حديث الساعه وهو الانتخابات. كنت بسالك بره بقول لك وصل ترشيحكم على عدد المقاعد لقد ايه؟ ل 65% ولا اكتر؟ حضرتك رديت عليا بس احب اسمع الرد على الهواء. قوي. هو حضرتك انت عارف النهارده القانون قسم الانتخابات الى نظامين انتخابيين، نظام انتخابي بنظام القوائم النسبيه المغلقه. بالظبط. ونقف عند المغلقه كثيرا لانه لا يصح ان تقدم قائمه غير كاملة العدد للمقاعد المخصصة للدائرة. يبقى أي حزب هيتقدم بالقائمة منقوصة هتكون القائمة باطلة وفيها مشاكل، وبالتالي لا يملك أي حزب إلا أن يقدم القائمة كاملة. حزب الحرية والعدالة ومعه مجموعة من الأحزاب المتحالفة معه تحالفا انتخابيا، ومعه مجموعة من الأحزاب الأخرى المتحالفة معه تحالف سياسي، سيتقدم بقائمة كاملة، لا يملك أن يتقدم إلا بالقائمة كاملة. ولا تستطيع أن تميز في داخل هذا التحالف بين ده مرشح مين وده مرشح مين، لأن في النهاية القائمة كلها تحمل اسم حزب الحرية والعدالة. بس يا فندم أنتوا يعني، وبالتالي سنجد مرشحين في القوائم ثلثي المقاعد على كافة المقاعد باسم حزب الحرية والعدالة، لكن فيهم من مرشح الحزب بشكل مباشر ومن مرشح الحزب بشكل غير مباشر، أي من الأحزاب الأخرى المتحالفة معه أو من شخصيات مستقلة قد لا تكون منتميه للاحزاب لكنها مقدمه باسم حزب الحريه والعداله. دكتور، حصل انسحابات كتير في التحالف، ودايما في اتهام موجه دائما لمواقف جماعه الاخوان بالانتهازيه السياسيه، وانه الاخوان حاولوا فرض قيادتهم على راس القوائم وبالتالي رفضت القوى السياسيه، وانتهز الاخوان الفرصه عشان ينزلوا بتقولهم زي ما بنقول. حضرتك تعلق على ده. عندنا مشكله كبيره في التناول الإعلامي للأحداث الذي لا يقف عند جواهر وحقائق الواقعات ولا يعرضها بشكل متكامل. التحالف الديمقراطي من أجل مصر نشأ تحالفا سياسيا بالأساس، وكان على محاور ثلاثة منذ أن نشأ. المحور الأول جملة مبادئ أساسية خاصة بالتداول السلمي للسلطة وشكل الدولة وطبيعة النظام السياسي والإطار العام الذي تسير فيه السياسات لتحقيق أهداف الثورة، اقتصادي واجتماعي وأمني وإلى آخره. وتم التوافق بين 34 حزب وانضم لهم بعد ذلك 9 أحزاب أخرى، وتم التوقيع على وثيقة التحالف الديمقراطي من أجل مصر. بس بقى 10 دلوقتي. وأعلنت. تم لك الحديث. وتم إعلان هذه الوثيقة، وده المحور الأول. التحالف السياسي الجامع لكل هذه الأحزاب حول رؤية لمصر بعد عدد من السنوات. المحور الثاني وهو كان تنسيق تشريعي، أن هذه الأحزاب اتفقت على أنها تعمل معا في كل القضايا التشريعية المطروحة في اللحظة الآنية واللحظة الآتية، بحيث أي مشروع قانون يصدر بتوافق كامل بين هذه الأحزاب. أيوة. وبالتالي يحقق مصلحة عامة بلا شك للمجتمع كله وفق رؤية هذه الأحزاب جميعا. وهذا فيه فائدة كبيرة للمجتمع المصري وإعلان مصلحة مصر في المرحلة المقبلة، أن يتم حوار كامل داخل الأحزاب قبل أن تطرح القضايا والموضوعات في البرلمان، بحيث لا تفرض أو لا تطرح أو لا تسيطر جهة واحدة على عملية التشريع، وأن يدار نقاش واسع بين الأحزاب بعضها وبعض خارج البرلمان وتتوافق رؤاها تماما. فإذا من عقدت رؤاها في توافق كامل حول موضوع معين طرح في البرلمان ونوقش في هذا الإطار. طب خلينا طيب. هنا لحظة أكمل بقى أكمل لك السؤال. المحور الثالث التنسيق الانتخابي. ولو لابد أن نضع الأمور كما قلت لك عند جواهرها ومعانيها ومضامينها، لا مظهرها ولا أشكالها. قلنا تنسيق انتخابي سيبدأ تنسيقا وفق محددات معينة، نضمن انتخابات حرة، انتخابات سليمة، انتخابات آمنة، ثم قد يصل بقى الأمر إلى تحالف انتخابي أو لا يصل، وهذا معلن منذ اليوم الأول. نحن هنبدأ تنسيق قد نصل لتحالف كامل بين كل الأحزاب الداخلة في التحالف الديمقراطي من أجل مصر والتحالف السياسي الواسع. أو قد لا نصل، وفي كلا الأمرين نحن مستمرون معا في التحالف السياسي العام. وبالتالي بدأنا التنسيق. كيف يتم التنسيق؟ بدأنا ظهرت فكرة أن توضع معايير موضوعية يمر عليها كافة المرشحين من كل الأحزاب حتى نحدد من المرشحين لهذا التحالف الديمقراطي. ووضع 5 معايير، أولها الكفاءة والخبرة، ثانيها طبيعة البرلمان القادم وطبيعة المرحلة، ثالثها الشعبية الجماهيرية، رابعها ألا يكون المرشح صلة بالحزب الوطني المنحل، رابعها أن نضمن حدا أدنى للتمثيل لكل الأحزاب الداخلة في التحالف الديمقراطي. وتم وضع هذه المعايير، وتم وضع تفصيل داخل كل معيار. الكفاءة والخبرة كيف نحددها؟ عناصر. الشعبية الجماهيرية عناصر، وطبيعة المرحلة عناصر.
وده تم وضعه من لجنة فنية انبثقت عن التحالف، وتم تقديم كل حزب مرشحيه، وبدأت تمر المرشحين على هذه المعايير، ما تنجزه المعايير يجاز، وما لا تجيزه يراجع فيه الحزب صاحبه ويدور نقاش معه وينتهي الامر عند هذا بعد شكل. اللي يهمنا بس حته من البدايه بقى، من البدايه ادرك حزب زي حزب الوفد، لانه خبره، لو خبره تاريخيه منذ ان انشئ، بقى له 90 سنه في الحياه السياسيه، عارف انه من البدايه سيتقاطع مع هذه المعايير. ايوه، وبالتالي اصر ان ينزل بقيمه واحده مع اعلانه انه داخل التحالف الديمقراطي مجلس مصر، كان تحالف سياسي وهو مستمر عليه وباقي فيه، وهذا موقف محترم وموقف مقدر. أيوة، من حزب الوفد ال 24 حزب يا فندم، اكمل بس حضرتك. من حزب الوفد من البدايه عارف ان مرشحيه عنده ضغوط داخليه من نوابه من اعضائه، وعنده ضغوط خارجيه لما فتح بابه للغير العصبيات والعائلات حتى يكون حق المشروع ان يشكل قواعد جماهيريه. أيوة، ودي مناسبه في الانتخابات. فوجد عنده اعداد قد تتقاطع مع المعايير، وبالتالي قال يا جماعه انا ايه، سلام عليكم، انا هنزل بايمه لوحدي، وان كنت معكم في التحالف السياسي التحالف الديمقراطي في المحورين السياسي والتشريعي. هذا موقف محترم، موقف نقدره، وموقف يعني نقدره. طيب دكتور احمد، بعد كده احزاب اخرى انتظرت حتى يتم تطبيق المعايير، فتقاطعت ترشيحاتها مع المعايير، ورات ايضا ان مصالحها الحزبيه لا تتحقق من خلال تطبيق هذه المعايير بشكل كامل على كل مرشحيه، فاصرت ان تدخل اما منفرده او مع تحالفات اخرى. وهذا مقدر ايضا. وأحزاب أخرى بقيت ورأت أنها تلتزم بالمعايير، وما تقوله المعايير في مرشحيها هي بس هي هي اللي بقيت. احنا بنتكلم على انسحاب، احنا بنتكلم على انه التحالف ابتدى ب 24 ب 34 حتى لو بقي حزب واحد، حتى لو انتهى لحزب واحد، فالتحالف كتحالف سياسي قائم بين الكل، والمساله الانتخابيه مساله جزئيه يعني من التحالف. يعني ده مش رد فعل لما قيل انه جماعه الاحرام بتتعامل بشكل النظام السابق، ان يتعامل بمنطق القوه حضرتك على الارض وصندوق الانتخاب ان انا قوتي على الارض. هذه دعوه بلا دليل، وهذا قول لا يسنده واقع. واعتقد يرد على هذا رئيس اللجنه الخاصه بالتنسيق الدكتور وحيد عبد المجيد، وهو شخصيه محايده وليس من الاخوان المرئي الاخوان، وهو الذي تحت هذه كل هذا الملف الخاص بالمعايير والشروط والاوصاف الخاصه بالمرشح. طيب دكتور احمد، اكتساحكم لانتخابات نقابه الاطباء وفوز النقيب خيري عبد الدايم في النقابه، وهو طبعا من الاخوان، راي حضرتك ايه، وتفتكر ايه سبب النجاح في حاجه زي كده، او الاكتساح اللي حصل في نقابه الاطباء واللي اثار جدل كبير جدا؟ هو انا بس برضه يعني يا ليتنا نشعر أننا قد أحدثنا ثورة، وأن تنتقل الثورة إلى كل شيء حتى المعايير والمصطلحات والأسماء. تمام. الاكتساح والكلام ده كان مستعد بيستخدمها النظام القديم لكي يراهب المجتمع من القوى المنظمة والقوى التي تعمل أو التي تناضله في وتحاول أن تنتهي استبداده. وبالتالي نريد أن نستخدم هذه المصطلحات. حينما تقدم في انتخابات، هل الانتخابات كانت سليمة ولا مش سليمة؟ كانت حرة ولا مش حرة؟ كانت منضبطة بأحكام القانون ولا لا؟ المعايير العالمية للانتخابات كانت موجودة ولا كانت غائبة؟ هذا نتحدث فيه. ثم بعد ذلك نتائج الانتخابات نحترمها ونقدرها، ايا كانت هذه النتائج ما دام جاءت في اطار المعايير المعتبره والقانونيه والسليمه للانتخابات الحره. وهذا ما جرى في نقابه الاطباء، وفي غيرها من النقابات. ان تاتي بقى نتائج الانتخابات مسفره عن فوز تيار او برنامج خاص بتيار، لان حينما تقدم الاخوان في انتخابات نقابه الاطباء لما تقدموا بقيمه كلها من الاخوان، قدموا قائمه وطنيه، قائمه من اجل مصر، نقيبا واعضاء ونقابة فرعيين، فازت بأغلبية كبيرة فيها المسلم وفيها المسيحي وفيها الإسلامي وفيها الليبرالي وفيها الاشتراكي وفيها التكوين كله. والإخوان حريصين على هذا كل الحرص، أن يقدموا مرشحين يتمتعون بالكفاءة والخبرة. أيوة. ويستطيعون أن ينجزوا أهداف محددة لصالح أصحاب المهنة في النقابات، وأن يؤدوا رسالة للمجتمع وخدمة جليلة للمجتمع أيا كان انتمائهم الفكري. طيب دكتور احمد، يعني عشان بس احنا وقتنا، وده اللي حدث. وده اللي حدث. فهو ليس اكتساحا كما يسمى اكتساح، انما هو فوز في انتخابات بمعايير منضبطه وقانونيه وسليمه. وشهد الكل، كل من شارك في هذه الانتخابات ممن فاز وممن لم يفز، الكل قد فاز. لا يوجد خاسر في هذه الانتخابات. يعني الدكتور شادي الغزالي حرب، الدكتور طارق الغزالي حرب الذي كان مرشحا على منصب النقيب، والدكتور الذي فاز، والمرشحين الذين فازوا، كله فاز، لأن في النهاية أنجزت تجربة لصالح نقابة أطباء مصر، لصالح أطباء مصر. وستخضع هذه التجربة للتقييم الواقعي في الأداء، والسلطة في النهاية الجمعية العمومية هي صاحبة القرار النهائي. نحترمها ونقدرها ونقف عند قرارات عظيم سلام. دكتور